أمان 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 يا ليلى. مرحبا بكم، مرحبا بالطاقم التقني اللي شوف تي في. كنشكركم واحد الشكر كبير ان كانت هناك واحد الالتفاته من طرف شوف تي في، وانا كنشكركم ومرحبا بكم عندي في الدار. اولا هذا ما كانش اختيار طبيعه الحال، انه بحكم انني كنت كنعيش في الديار الايطاليه منذ الصغر ديالي، وكنت مقيم بالديار الايطاليه بالمجر، و بحكم كانت عندي واحد لاكارت ديال السيجور اللي باقا عندي دابا، هي اللي سمحت لي انني ندخل المجال الفني، وسميت راسي الطالياني لحقاش ربما عندي الوراق ديال الطاليان. سي بوغ سا بوريقاتي عايش في المغرب. اول اكتشاف عندي كنت باقي صغير، كنمشي الوالد كيطلق الموسيقى مثلا في الطوموبيل، هذا بشويه كان كيسمع شويه ديال وائل جسار، كان كيسمع وفي الراي كان كيسمع الواحد هو الشاب خالد وشاب حسني الوالد، وبحكم هكاك تاثرت فيه وليت كان خصني نقلدو، خصني نغني بحال الشاب خالد، الطريق الليسي داكشي فهمتي، داك وليت كان خصني دارو كنقول لا انا بغيت نكون بحال هذا، بغيت نكون بحال هذا. هذا هو اللي خلاني انني تاثر بالمجال الفني، وما نقدرش نقول وما نادمش بخير الحمد لله. اياه عامل الشرطه كان في سلك الامن الوطني، واش نقول ما نقدرش زعما كاين، كنشكرو صافي الوالد ديالي. كيكونوا اغلبيه كيكونوا صارمين، حيت ماشي اول حاجه بهذا الرجل ديال الامن ولا رجل سلطه بصفه عامه كيكون دائما ما كيكون صارم، كيكون صارم مع الابناء ديالو، وبهذا يعني ماشي من السهل انك تحاول تقنعه بواحد المجال اللي هو نقول لك بعيد على داكشي اللي يبغي لك الوالد ديالك. كل هذا الحمد لله ما لقيتش مشاكل مع الوالد ديالي ولا الوالده بطبيعه الحال، وكنشكر الاب ديالي جزيل الشكر لانه منه انني خديت واحد الطاقه ايجابيه من بزاف ديال الحوايج ومن بزاف ديال الكوتي. الام ديالي انا كنكون كنغني لها كتغمض عينيها، كتغمض عينيها كتبغي نبقى نغني، ومره مره كتقول لي صدعتيني في الدار، كل مره وكيفاش عايش معاها فهمتي. يعني اش نقول لك، الوالدين الحمد لله ماشي شي نوع ديال الوالدين اللي زعما كاين مزيرين معايا ولا هذا، مخلي لي الحريه ديال الاختيار الحمد لله. بسلامة 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 يا قلبي كان يبغي كان الكويه، هدعوه تجدو يا مرأي مبنية مش معلي تعذر هاتدي. يا روحي يا وهران روحي بسلامة 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 يا قلبي كان يبغي كان الكويه، هدعوه تجدو يا مرأي مبنية اجمع لي تعذر هاتدي. حتى الحمري ولا الشيطان يا جيب وصاك يزعل البيه، يضلوا يطوعوا في البوليسية طاح الليل نخاف عليه. شحال نحبك انت يا بنية يا بنية يا بنية، اجي باوصاك تزعل البي. دير حجوني كيف الفوبيا، واذا طاح الليل نخاف عليه. لم من الصغر ديالي كانوا هما، شوف انا نعاود لك واحد الطريفه، كنت اول مره غادي نغني سيغ سان، اول مره فوق الخشب، وكان ديك الساعه كان عندنا واحد السفر كنا غادي لايطاليا في الباخره في الباطو،
وكنا غاديين في الباطو وانا كنت الفوق حتى كنطلع على البحر صغير فهمتي، وعندي ديما لا جيتار انا غادي وكنقصر والوالده وكانت جالسه في واحد الليله طربيه هي والوالد ديالي في ديك الباخير وغنى واحد الاغنيه طلعت عندي الوالده قالت لي تكلم الوالد ديالك مالك شنو كاين انس عطاتني الميكرو الوالده خداته المغني عطاتني الميكرو بابا قال لي كيفاش باش ما كيعرفنيش الوالد بلي راه تنغني مازال قال لي خديت الميكرو بحال هكا وانا نغني صافي غنيت الوالد ديالي عتي طار بالفرحه ديك الساعه ما كيصعب باقي ما كيعرفنيش انني كنغني وصافي من تما الحمد لله ولا تيق فيا وعرف ان ربما عندي طاقه اللي ما هي ماشي اعرف انني ربما راه تنغني والحمد لله ما نقدروش نكون نقولوا هذا ولكن الحمد لله انا الوالد ديالي مفتخر بيا هادشي اللي هذا هو ربي عندي ورضات الوالدين هي كلشي لا شوف حنا ما سمحناش في المغرب وما سمحناش في برا وما كاينش شي واحد زعما كاينه غير يكره بلاده ما انا الحمد لله المغرب بلد جميل وزوين وكنبغيه ربما كيحسبني انني ربما نقدر نعطيه للمغرب اكثر اولا بما يسمى يوجد فرص كبيره باش يمكن لي انني نقدر نعطي في المجال الفني كاينين دي بوات دو برودكسيون كاينين شركات ديال الانتاج كاينين بزاف ديال هذا كاينين بزاف ديال ربما كتقول ان الفرصه ما تقدرش تلقاها تما لانه ماشي نفس الثقافه سي ني با لا ميم كولتور ماشي نفس هذا زعما كاينه من ناحيه الاختيار انا حاليا دابا في المغرب الي العاشقين الي الغرام مساكين يا ليل العاشقين الي الغرام مساكين عتبين على الايام ودمعي مالي العين يفيد بيه الندم والقلب يا من ظلم فيد بيه الندم قلبي يا من ظلم وسنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبرين العاشقين بطبيعه الحال استاذه وبطبيعه الحال الفرص ما كان باش نقول لك الفرص بالنسبه ليا واش انا ما كنجريش واش انا ما كيجونيش الفرص ما عرفتش ما نكذبش عليك من عيد ميلاد ديالي ان شاء الله القدام غنبدا دابا دابا عام ان شاء الله جديد دابا ان شاء الله غادي يكون مليء بالافراح كنتمنى جيسبر هذه واحد النقطه مهمه بزاف هذه وقع لي واحد الطريفه وقعت لي شاركت في ذا فويس ونجحت فيها زي ما كنا تقبلت وفي الوقت اللي كان خاصني نسيت باش كيدفعوا لي دوسي نسيت ما درت الباسبور ما دفعتش معايا الباسبور حيت خاصني نعطي الباسبور الوغ كو ما دفعتش داك الباسبور فاش نجحت قالوا لي فين هو الباسبور ما صدقتش خاصني نرجع للدار وخاصني هذا وما يمكنش لي الوقت والناس تما كيحتفظوا بلا بونكتواليتي داكشي يكون شويه انا صراحه كان المشكل ديالي انني كنت بحال ما كنعطيش الحاجه حقها ولا ما كان هذا اللي كاين اول حاجه كاباري بالنسبه للكاباري خدمت في لي كاباري الاغلبيه خدمت في برا ماشي هنايا في برا لي كاباري ديال الجاليه المقيمه باوروبا علاش كاباري لا ما عنديش مشكل زعما في كاباري لانه هو فريمون الكاباري ماشي غير جو وغني في الكاباري حتى كاباري راه بحال انسان غير الفرق بين اللي سميتو جو سي با مي الكاباري راه مدرسه الانسان اللي كان فنان راه غادي يبان في كاباري ولا ما كانش فنان راه غيبان ماشي فنان كيبان في اللايف هادشي اللي كاين ان شاء الله غادي نخرج واحد الكليب هاد لا سيمين ان شاء الله غنخرج واحد الكليب كنتمنى الناس زعما كاينه يدعموني ويشجعوني وكنشكر الجمهور الكريم وكنشكركم نتوما مره اخرى بعد الشاب خالد بيان سور نتلقى هذاك راه اكبر شرف لي ان شاء الله لتلقيت مع القدوه ديالي في الفن هو الشاب خالد وشاب حسني
اللي ما غادي ما كندرش واش شي واحد زعما فحالو غادي يكون. هادو الناس اللي تلمت عليهم عاد زيد لي زونسيان، لي زونسيان شاب حميد والناس القدام، عاد زيد شي حاجه ديال الطرب كيعجبني جورج واسوف. هادو هما الناس زعما كاين اللي متاثر بهم في الفن. في المغرب كاينين دراري دي جون، دي جون اللي كيعجبوني، كيعجبوني بزاف. حاتم عمور واحد الدري الله غنى ديك ويا الغرام وباش مهدي مزين عزيز عليا داك الدري بزاف، كان وجهه تاعي. هادو الدري اللي عزازين عليا دابا وتعجبوني في الكوتي ارتستيك، حيت اللي كيعطيو ماشي حتى انا راه تنعرف فاش كتكون الاغنيه مثلا خارجه من الاستوديو واش بيان موديفي ولا الصوت هو هذاك ولا اكزاكت ولا شي حاجه اللي حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسان وبقدم احلى فرحه ومعانا للنسان. ايه للطول شويه عالصحبه الحلوه دي، ايه للطول شويه عالصحبه الحلوه دي، والغالي علينا غالي والغالي علينا غالي، الغالي علينا غالي والغالي علينا غالي، والغالي علينا غالي، ولا عمره حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله دوبنا كويسان، يا ليل يا ليل. كلمة أخيرة، كنشكر الجمهور وكنوعدو إن شاء الله بالجديد عند خوهم أنس الطلياني وأنس الحوض. وأحلى تحية للجمهور الكبير، والله يرفع علينا هذا الوباء. وتحية حب وإخلاص الأب والأم ديالي المساندين الرسميين، وأحلى تحية لكم طاقم شوف تي في، وأحلى تحية لهذه القناة الجميلة اللي فين ما مشات كتخلي الصدى ديالها، وكنشكركم بزاف، وأحلى تحية للجمهور.